أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن زيادة التضخم السنوية لرواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي بنسبة 1.59% اعتبارا من اليوم. التفاصيل في هذا التقرير. قررت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن تكون زيادة رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بنسبة التضخم البالغة 1.59%، حيث نص القانون على أن تؤخذ النسبة الأقل وبسقف 20.89 دينارا. عدد المتقاعدين اللي تشملهم هذه الزيادة زي ما حكينا هي للشيخوخة، واللي حكينا من تشملها عددهم، عدد المتقاعدين الذين سيستفيدون من هذه الزيادة 88,685 متقاعد. طبعا هذول على قيد الحياة، وفي عندنا 114,299 وريث بيستحق لهذه الزيادة. طبعا لما نحكي وريث كل واحد في نسبته حسب المعادلة. بناء على نسبة الزيادة المقررة، أصبح الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب اشتراكات الضمان على أساسه خلال عام 2018 بعد ربطه بالتضخم 3,186 ديناراً. كما أصبح الحد الأعلى لبدل التعطل عن العمل لعام 2018 وبعد ربطه بالتضخم 531 ديناراً شهرياً. الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي اعتبروا هذا القرار غير منصف بحقهم مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة. نرى أن هذه الزيادة غير مجزية، بالتالي في ظل الارتفاع بالأسعار ولا سيما في الأمس لدينا رفع في المحروقات وبالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء المتتالية، إحنا بدنا نصبر على لأمتى؟ عدا عن عدم شمول هذه الزيادة لشرائح أخرى من المتقاعدين، إحنا دائما باستمرار كنا نطالب بشمول المتقاعدين مبكر. زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان تشمل رواتب الشيخوخة والعجز الطبي الكلي والعجز الإصابي الكلي والوفاة الطبيعية والوفاة الإصابية. أما بخصوص رواتب التقاعد المبكر ورواتب العجز الإصابي الجزئي فتشملها زيادة التضخم عند إكمال كل متقاعد من أصحاب هذه الرواتب سن 60 عاما بالنسبة للذكور والخمسة والخمسين عاما بالنسبة للإناث أو في حال الوفاة. ليلى خالد، رؤيا.